السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في سافرة جديدة. فيديو اليوم نواصله من خلال السفر عبر الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي، وبالضبط من مدينة آسفي حاضرة المحيط في اتجاه مدينة الصويرة العالمية عبر الطريق الجهوية رقم 301 المعروفة بطريق الصويرية القديمة، ثم الطريق الجهوية رقم 207 واللي هي عبارة عن طريق سريع. المسافة الإجمالية بين المدينتين 123 كيلومتر، حوالي ساعتين من السياقة. طريق ساحلية فيها مناظر رائعة، المحيط الأطلسي ثم غابة العرعار اللي معروفة بها منطقة الصويرة. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك إذا كتشوف قناة أول مرة، وفرجة ممتعة.
Thank you.
you.